تحت رعاية وزارة الثقافة أقامت دار الأوبرا على المسرح الكبير حفلا ساهرا ضمن احتفالاتها بعيد الحب. قدم الفنان القدير علي الحجار في أمسية غنائية تحت عنوان 100 سنة غنى العديد من الأغاني المتميزة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الإطار اللي هم عاملينه احتفالية 100 سنة غنى المشروع الكبير بتاع مستر الحجار، وبداية بأستاذ محمد عبد الوهاب. لما أقول الأغنية دي فبعتوا لي، الأول كنت متردد بصراحة، بس طبعا يعني هم طبعا فوق دماغي، طبعا يسعدني أن أكون معاهم. أهم ما يميز الليلة هو الثراء الكبير اللي سابه لنا عبد الوهاب، واللي سهل علينا مهمة ان احنا يبقى الحفلة فيها تنوع كبير جدا، في ألحان لمطربين رجال وألحان لمطربين ستات، وطبعا يعني الأستاذ علي حجار يعني كان ما فاتوش ان هو يقدم معانا يعني ضيوف من المواهب الممتازة والفعلا الفريدة في الأوبرا هنا، وعندنا كمان موسيقى خالصة، وده يعني في تنوع كبير جدا، وإن شاء الله إن شاء الله هيعجبكم.